المكان حيث انطلاقة تلو الأخرى والتنافس بين هذه الأسماء التي تسير وتبحث لها عن سباق وتحدي وفوز وناموس مستحق في هذا اليوم في الأسبوع الثاني عشر من أسابيع السباقات على أرضية ميدان المرموم. تحفة ميادين السباق والذي نشاهد من خلاله في هذا اللقاء الجميل الذي يحمل هذه الأسماء الكثيرة والوفيرة في أسماها وانطلاقاتها وإبداعاتها المميزة مع كل الشعارات إلى مقدمة الشوط مع الأبكار المهجنات الأصايل. انطلقت الأسماء وسارت إلى منصة الاحتفال وإلى المركز الأول مباشرة. نتقدم مع حدث علي بن سليم بن حميد العوهيبي يحتل المقدمة والسيطرة الأولى. المركز الثاني، المركز الثاني اليذابة مطر بن علي بن علوان الكتبي ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت إشعار محمد بن علي المسافري الكتبي وصل خذ المركز الثالث. أما المركز الرابع فهنا تقدم واحتلال من قبل هدو لسعيد بن سالم العويسي وصل خذ المركز الرابع. هذه هدو تحتل المركز الرابع. مركزنا الخامس، الخامس في هذه اللحظات ووجودها زعفور لسعيد بن عبيد الحميري يأتينا على المركز الخامس. بينما المركز السادس وصلت شامة سيف بن أحمد بن خريدة الشاعر يقدم لنا هذه الأسماء. والمركز السادس انتقاله أي لا لا والمركز السابع، المركز السابع وصلت فلة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يحتل المركز السابع. المركز الثامن شموخ لعبد الله بن عوض بن عمر الشامسي على ثامن المراكز. أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المركز التاسع. بينما في المركز العاشر هنا تقدم من قبل الضبية لمبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي. ها هي النتيجة للمركز عشر المراكز الأولى. من خلال هذه اللحظات هذه الأسماء الحاضرة في التنافس والتحدي مشاهدينا الكرام نعود بكم إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. التقدم الأول من قبل حدث لكن تغيير في هذه الآونة من قبل أشعار. أشعار غيرت وبدلت المواقع لمحمد بن علي بن سالم المسافري الكتبي يسافر إلى الناموسة في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني هناك حدث علي بن سليم بن حميد الوهيبي حضر في المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصلت الآن هدو تعود ملكيتها لسعيد بن سالم العويسي واصل ماخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع مع زعفور سعيد بن عبيد بن خليفة الحميد واصل محتل المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات شعار بن العري بدأ يتسلل مع وجود متعبة صالح بن سعيد بن العري المري وصل خذ المركز الخامس. المركز السادس هذه الضبية مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي يحتل المركز السادس. بينما المركز السابع هناك شموخ عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي. أما المركز الثامن، الثامن لأحمد بن سلطان بن رشيد وهي أمسية قادمة على ثامن المراكز. المركز التاسع بن يابر أو بن علوان مطر بن علي بن علوان يقدم اليذاب على المركز التاسع. أما المركز العاشر فهنا يتقدم ويتقدم شعار بن منانة عبيد بن سعيد بن منانة وصل مع وجود مزنة على المركز العاشر. هذه الأسماء الحاضرة، الأسماء المتقدمة مشاهدينا الكرام في ملتقى هذا الشوط، في ملتقى هذا الشوط وإبداعاتها ومنافساتها. لكن نعود إلى الوهيبي المسيطر كل السيطرة على ناموس الشوط، على ناموس هذا الشوط. الوهيبي مقدم لنا أشعار ولا مقدم لنا حدث علي بن سليم. الوهيبي يحتل المقدمة والصدارة بينما هناك أشعار تحتل المركز الثاني. محمد بن علي المسافر الكتبي ياتي على المركز الثاني.
المركز الثالث لسعيد بن عبيد الحميري قادم كذلك بمتابعته هذا الاسم، لكن متعبة حاضرة صالح بن سعيد بالعري، وهنا شعار بن مفتاح مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم الضبية على المركز الخامس. المركز السادس هذه شموخة عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي واصلين. شوف المنافسين في هذه اللحظات، 1200 على خط النهاية، بن علوان قادم مع اليذابة، لكن عودة إلى الوهيبي، عودة إلى حدث، إلى حدث علي بن زليم الوهيبي، لا زال مسيطر يلا شوف مع حدث مسيطرة كل السيطرة على ناموس الشوط. من الجانب الآخر شعار سعيد بن عبيد الحميري، لكن متعبة حاضرة، صالح بن سعيد بالعري المري يتقدم، وشعار بن عمر الشامسي واصل. اليذابة عادت من خلال هذه اللحظات، مطر بن علي بن علوان الاكتبي، ولكن شوف بالسالومي حاضر من خلال هذه اللحظات، هذه العنودة سيب السالومي الدرعي وصل خذ المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر، لكن عودة مع متعبة مسيطرة صالح بن سعيد بالعري المري يسيطر، ولكن بالسالومي في اللحظات الأخيرة استلم زمام الأمور مع العنود سيب بن حمد بالسالومي الدرعي، وعاد بالعري عاد من جديد، ولكن العويسي يحاول، سعيد بن سالم العويسي يتقدم إلى المركز الثالث، إلى الرابع، إلى الثاني، إلى الأول. هذه هدوء مشاهدينا الكرام، هدوء سارت إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى ناموس هذا الشوط. هذه في اللحظات الأخيرة تنجز وتبدع وتستلم القيادة، تهانينا والناموس لمالك هدوء سعيد بن سالم العويسي على هذا الفوز والانتصار، حيث حققت الناموس في هذا الشوط. المركز الثاني العنود سيف بن حمد بالسالومي الدرعي، والمركز الثالث متعبة صالح بن سعيد بالعري المري. المركز الرابع أشعار محمد بن علي المسافر الاكتبي، المركز الخامس زعفور سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. توقيت الزمني 7:31 8 أجزاء من الثانية، تانينا والناموس لسعيد بن سالم العويسي على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل.